متواجدين هنا في ولاية برج باري ريج لتنظيم البطولة الجهوية الشرق المؤهلة إلى البطولة الوطنية للحمد القوى المزمع تنظيمها بولاية ورقلة أيام 2-3 مارس القادم إن شاء الله. ومديرية الشباب والرياضة اللي مشكورين على استضافة هذه البطولة الجهوية اللي هي البطولة الجهوية الثالثة اللي نظم لها خلال هذه السنة بنا بولاية الغرب والوسط والآن آخر بطولة جهوية اللي هي ولاية الشرق اللي حاضرين فيها رياضيين اللي كانوا تحصلوا على ميدالية البطولة العالمية يعني هذا رياضيين ذو مستوى عالمي من تأطير حكام وطنيين ودوليين كذلك. وهذه البطولة ستسمح لاكتشاف مواهب رياضية أخرى باعتبار أنها بطولة جهودية الأكابر ولكن مفتوحة للفئات الأخرى اللي يشاركوا مع الأكابر اللي عندهم مستوى يخليهم يتنافسوا مع رياضيين الفئات الأكابر. هذه البطولة التي يمكنها أن تعطي دفعة قوية لهذا الاختصاص باعتبار أنه اختصاص الحمل بالقوة والرفع بالقوة اختصاص جديد ولكن في ولاية برج باري ريج هو اختصاص عنده إمكانيات كبيرة وفيه أبطال يعني حققوا نتائج. يعني من خلال هذه البطولة يمكن لولاية برج باري ريج أن تدخل في اهتمامات الفيدرالية الجزائرية للاختصاص وكذلك تحضيرا للمنافسات الدولية التي تعتبر المكانة الوحيدة التي يمكن من خلالها لرياضي ولاية برج باري ريج أنهم يبرزوا على الساحة الدولية. احنا جينا نمثل ولاية باتنا في البطولة الجهوية التي ستقام حاليا في ولاية البرج. التنظيم كما رانا نشوفه في راهو في حلة احترافية كبيرة وهذا هو اللي راهي تسعى به الاتحادية مش تشوف التنظيم مش حتى الرياضي تكون عنده القدرة مش يحطم الأرقام القياسية تاعو. وكل رياضي في البطولة الجهوية له الأمل ماشي يتأهل البطولة الوطنية التي ستقام بولاية ورقلة. احنا بصيفتنا دي رياضيين عندنا شرف كبير نجيو هنا الممثلة اللي مثلتها ولاية برج باري ريج وحنا جينا من بعدنا نمثلوا هذه البطولة. والتنظيم كما انا نشوفه فيها وفي القمة كلش كاين تسمى بيان عدد وان شاء الله نفرحوا هنا ونتأهلوا البطولة الوطنية في قمة حسين سعود.